أهلا بكم. مركز جراحات الشخير حريص دايما على استخدام واستحداث أحدث الأجهزة وأحدث التقنيات العالمية الموجودة، لأن احنا هدفنا الحقيقة هو الوصول لأفضل جهاز نقدر نستخدمه يدينا أفضل نتائج. ليه؟ عشان نوصل لراحة المريض أثناء وبعد العملية. النهاردة الحقيقة هنتكلم على جهاز من أهم الأجهزة الموجودة في حجرة عمليات مركز جراحات الشخير، وهو الكوبليشن. النهاردة هنتكلم كلام جديد عن موضوع الكوبليشن. أول حاجة هنقوله تعالوا بينا نشوف شكل جهاز الكوبليشن إيه. شكل جهاز الكوبليشن زي ما انتم شايفين، ده الكنترول يونت، بيخرج منه 3 كابلات. كابل منهم بيروح لليد اللي احنا بنستخدمها، وهي دي طبعا دي يد مقفولة ومعقمة. اليد دي هي دي الشكل اللي بندخله في بق المريض وبنبتدي نشتغل بيه. كابل تاني بيوصل لمنظم دخول السلاين او المية، والكابل الثالث بيوصل للسلاين نفسه والسكشن او جهاز الشفط. طيب مميزات جهاز الكوبليشن ايه؟ مميزات جهاز الكوبليشن الحقيقة ان هو جهاز بيشتغل بتكنولوجي جديدة جدا اسمها تكنولوجيا البلازما. تكنولوجيا البلازما دي عشان ما اطولش عليكم، هي عبارة عن إذابة الأنسجة تحت درجة حرارة 40 درجة مئوية، وده شيء حديث جدا. اللي بيخلي درجة الحرارة قليلة هو السلاين أو محلول الملح اللي لازم جهاز الكوبليشن يشتغل في وجوده، ودي نقطة مهمة جدا. مميزاته إيه عن أجهزة الليزر اللي احنا كنا بنستخدمها قبل كده؟ مميزاته إن هو بدون تمزيق للأنسجة، ألم قليل جدا عشان وجود درجة الحرارة اللي بتوصل لدار 40-50 درجة مئوية، مقارنة بجهاز الليزر اللي بيوصل ل 500 درجة. دقة عالية جدا، أخذا في الاعتبار ان الجهاز ده بنستخدم له يد او الهند بتاعته اللي هي للعيان الواحد. نيجي نتكلم عن استخدامات جهاز الليزر. زي ما بنقول احنا اهم حاجة عندنا ان احنا بنستخدم افضل جهاز للوصول لافضل نتائج، وهو ده التارجت او الهدف بتاعنا. جهاز الكوبليشن بنستخدمه في حاجات كتير جدا، لكن اهم استخداماته هو عمليات الشخير. في الانف بنستخدمه برضو، ولكن بطريقة اقل نظرا لوجود اجهزة حديثة دخلناها عندنا في المركز زي جهاز الشيفر، وهنتكلم عليه في حلقة تانية. لكن اهم حاجة في استخدامات جهاز الكوبليشن هو عمليات الشخير. عمليات الشخير بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في استئصال اللوز، بنستخدمه في تجميل لسقف الحلق واللهات، بنستخدمه في استئصال اللوز للكبار وللصغيرين. على فكرة جهاز الكوبليشن محتاج مهارة فائقة من الجراح الشخير عشان يقدر يستخدمه ويقدر ما يعملش بيه كمان مشاكل. بنستخدمه كمان في استئصال الغدد اللسانية، الغدد الليمفاوية، وجزء من لسان المصبر. هتقولولي بنستخدمه ازاي؟ هقول لكم بالمنظر دون. احنا ده منظر اي حد يفتح بقه هيلاقي المنظر دون. ده الشكل الطبيعي ده الشكل الطبيعي للسقف الحلق واللهاء. عادة في عيانين الشخير المنظر بيبقى فيه ترهل شديد بيوصل للمرحلة دي. انا بالجهاز دون، جهاز الكوبليشن، ببتدي اشتغل على المنطقة دي وبشيل كل الجزء ده المترهل ده، وبيوصل معايا للشكل ده. نقطة مهمة جدا في جراحات الشخير بالكوبليشن، وهي استخدام الكوبليشن تحت البنج الموضعي. التخدير الموضعي او البنج الموضعي النهاردة بقى مهم جدا. ليه؟ العيان بنعمل له العملية وهو صاحي قدامنا، يدوبك بخة صغيرة جدا على مكان اللهاء ومكان سقف الحلق، وبنقدر نعمل له عملية. العيان بيتجاوب معايا وبيتكلم معايا وبيضحك معايا، وبنفضل نتجاذب زي ما بنقول اطراف الحديث واحنا بنتكلم، وكأنه بالظبط احنا قاعدين بندردش بدون ألم بدون نزيف. والعيان بعد كده بينزل من على الترابيزة او كرسي العيادة وبيروح وهو سعيد جدا بالكوبليشن والبنج الموضعي. هتسألوني طبعا سؤال مهم جدا،
يا دكتور فين الغضاريف من جهاز الكوبليشن؟ لا طبعا كتير جدا قالوا ان جهاز الكوبليشن بنستخدمه في الغضاريف، لكن الحقيقه مركز جراحات الشخير استخدم جهاز حديث جدا هو الشيفر نستخدمه في غضاريف الانف، وده هيبقى لينا حلقه تاني. عندنا نقطه مهمه جدا لا نتناساها، التعقيم في مركز جراحات الشخير على اعلى مستوى، والتعقيم في جهاز الكوبليشن مش عايزين نتكلم عليه، لان كل يد من دي بنستخدمها لعيان واحد فقط وبعد كده بتترمي. عشان كده التعقيم عندنا بنولي يعني درجة أهمية وعلى أحدث التقنيات العالمية اللي احنا بنقول عليها. طبعا جهاز الكوبليشن مهم جدا، احنا بنشتغل فيه تحت تخدير موضعي. يا رب نكون اديناكم فكرة كويسة عن جهاز الكوبليشن واستخداماته وأهميته، ودايما بنقول أفضل جهاز لأفضل نتائج. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.